طيب السلام عليكم يا باشمهندسين. معلش جايبينكم يوم سبت، ان شاء الله يبقى اخر سبت نجيبكم فيه عشان خلاص الترم خلص، مش عارف تجيبكم ايام سبت تاني. خلاص هو باقي المحاضره ديت وثلاث محاضرات كمان ان شاء الله ونخلص. ثلاثه كمان، ثلاثه غير دي. مش بتحبوا تفصلوا على طول، مش عارف ليه. عندكم من احد المندوبي الدفعه مش باشمهندس، باشمهندس التاني بيفصل معايا على طول، مش عارف ليه برضو. طيب النهارده هنتكلم على التوبيك التاني اللي موجود عندنا في المنهج اللي هو المايكرويف ريزونيتورز. هنتكلم انتروداكشن وبسرعه كده هنمشي على اللامبد element equivalent circuits series and parallel resonance، وبعد كده هنقفل بالrectangular waveguide cavity resonators. طيب احنا ليه بنحتاج الريزونيتورز ديت؟ هي بتبقى موجوده فين؟ هي بتبقى موجوده في فلترز، اوسيليتورز، لو بنعمل فريكوانسي ميتر او بنعمل تيوند امبليفايرز، كل ده موجود في ريزونيتورز بتوبولوجيز مختلفه. في اللي هيبقى منها ويف جايد زي ما هندرسه في الترم ده، في مايكروستريب سيركت زي ما انتم خدتوها في الترم اللي فات، وفي لامب كومبوننتس الناس اللي بتشتغل انالوج سيركتس، الناس بتحط الات وسيهات مع بعضها عشان تعمل الكومبوننتس المختلفه اللي موجوده عندنا. كل ده بيتبع نفس الكونسبت بتاع الريزونيتورز اللي احنا هنتكلم عنه بعد شويه. بس خصوصا على موضوع الويف جايدز، الريزونيتورز ساعتها بيبقى شكلها عامل زي الكافيتيز، صناديق مقفوله. دي يعني ميزتها الرئيسيه ان هي بما ان هي موجوده في معدن بس فاللوس بتاعها اقل. زي ما كنا شفنا في الويف جايدز ميزتها الباور هاندلنج عالي، فالويف جايد الكافيتيز بتاعتها اللوس بتاعتها قليله، الباور هاندلنج بتاعها عالي. لو هقدر اعمل منها فلترز هيبقى مناسب جدا للهاي باور ابلكيشنز. احنا ليه بقى هناخد اللامبد سيركت ايكويفالنت سيركتس بعد شويه؟ عشان عند الريزونانس، حوالين الريزونانس بحاجه بسيطه، الريزونيتورز كلها ممكن نمثلها بان هي سيريس او بارلل ريزونانس سيركتس، ليهم نفس البيهيفير مور اور ليس يعني. فتعالوا نشوف الار ال سي لامبد ايلمنت سيركتس عامله ازاي. هنبتدي بالسيريس ريزونانس سيركت. اعتقد انتوا خدتوا الكلام ده قبل كده، خدتوه في الترم الاولاني صح؟ او قبل كده في سيركتس ثانيه، ولو كل ما تعدوا سنه لازم تعدوا على الكلام ده يعني. فهنمشي بسرعه شويه هنا. السيريس ريزونانس، لو احنا عندنا اي سيركت بالمنظر ده ان هي فيها ار ال سي، الانبوت امبيدنس اللي انا بكون شايفها من هنا هي ار بلس جي اوميجا ال بلس 1 على جي اوميجا سي زي ما شايفين هنا. لو عايز ابص على الانبوت امبيدنس مع الفريكونسي، يعني هنا عامل نورماليزد فريكونسي اوميجا على اوميجا نود، اوميجا نود طبعا هي 1 على سكوير روت ال سي، دي ريزونانس فريكونسي بتاعت السيركت ديت. هلاقي عند الريزونانس دايما الايماجينري بارت هيبقى صفر، والريال بارت هيبقى زي ما هو طبعا، هو قيمه الار. ولو انا ببص على الماجنتيود بتاعت الانبوت امبيدنس هلاقيها بتبقى عاليه، بتنزل عند الريزونانس وتطلع تاني. فده لو احنا بنتكلم على سيريس ريزونانس. زي ما كنا بنقول او هنشوف بعد شويه من الماثماتكس كمان، لو احنا بنتكلم على ريزونيتورز كلها ناحيه الريزونانس بتتصرف شبه بعضها. فلو انا عندي امبيدنس بتقل وبتيجي عند الريزونانس بتوصل للبيك بتاعتها او للدب بتاعتها وتطلع تاني، فده بيبقى ايكويفالنت لسيريس ريزونيتور. فنبص على الباور، الانبوت باور هي نص في اي كونجيجيت او نص اي سكوير زي انبوت، ليها الاكسبريشن ده. ومنه لو انا عايز ابتدي بقى اعرف كل كومبوننت لوحدها انا قد ايه عندي لص وقد ايه عندي ماجنتيك انرجي وقد ايه الكتريك انرجي، فابص على النص اللي هو نص اي سكوير ار. الماجنتيك انرجي هي ربع اي سكوير ال، والالكتريك انرجي اللي هي الستورد في الكاباستور هي المفروض في سي في سي، ممكن نحولها بالكرنت بدلاله الكرنت في الاكسبريشن ده.
حد عنده مشكله في السيركتس لغايه الحته ديت ولا دي للمره العاشره نشوفها؟ المره كتير نشوفها. فمن هنا ممكن اعبر عن الانبوت باور بتاعتي اللي داخله من السورس اللي دخلها هنا، هي هتبقى عباره عن البي لوس زائد الستورد انرجي بالاكسبريشن ده. ممكن اعرف تاني الانبوت امبيدنس، ارجع اعرفها تاني بدلاله الباور بقى 2 باور على اي سكوير. كل ده بحاول اعرف الانبوت امبيدنس بدلاله الستورد انرجيز واللوس اللي موجود فيها. النقطه بقى دلوقتي ان عند الريزونانس لازم اكون الزي انبوت هي الار، زي ما كنت بنقول من شويه ان هي بتنزل وتطلع تاني. عند الريزونانس عند النقطه اللي ليها دب عندها دي الانبوت امبيدنس هي الار، وديت الريزونانس فريكوانسي بتاعتنا. نعرف بقى الكميه المهمه اللي احنا هنهتم بيها وعايزين نركز عليها في المحاضره ديت اللي هي الكواليتي فاكتور. الكواليتي فاكتور احنا بنعرف فيها قد ايه الريزونيتور ده، قد ايه مقدار النص بالنسبه للستورد انرجي في الريزونيتور ده. فهي عباره عن اوميجا في الافريج انرجي ستورد على الانرجي لوس بير سكند او على الباور لوس، هي الاكسبريشن ده. طبعا لو انا عندي ريزونيتور كويس او ريزونيتور اللوس بتاعته قليله هلاقي على طول ان الكواليتي فاكتور بتاعه بيزيد، ولو عندي ريزونيتور اللوس بتاعه عالي هيكون الكواليتي فاكتور بتاعه قليل. واللوسز دي كلها هي مش شرط تكون، لو انا بتكلم ريزونيتور بشكل عام يعني مش شرط تكون ليها علاقه بالريزيستنس اللي موجوده عنده. الريزيستنس ديت في حد ذاتها ممكن تكون دايلكتريك لوس، ممكن تكون اوميك لوس في الكوندكتور، ممكن تكون راديشن لوس، كذا نوع من انواع اللوسز موجوده في الريزونيتورز بتاعتي ممكن نشوفها يعني. هنشوف هنتعامل معاها ازاي. بالاضافه لان احنا هنا الدنيا ايديال، انا عندي ايديال سورس، ايديال فولتج سورس بيفيد السيريس ريزونانس سيركتس بتاعتي هنا. لو انا عندي نون ايديال سورس او لو انا بحاول اكابل مع الريزونيتور ده بشكل او باخر ويكون في لوسز في الكابلنج سيركت اللي بحاول اوصلها بالريزونيتور ده، هيخلي اديشنال لوس يتحط على السيركت بتاعتي لو في عندي ار كمان سيريز هنا. فهيقل، هيخلي الكواليتي فاكتور بتاع الريزونيتور بتاعي اللي انا بقدر اقيسه هيقل. هنشوف برضو بتفاصيل اكتر واحنا ماشيين. فلو احنا هنهمل الحته الاولانيه ديت اللي هي بتاعه الاكسترنال سيركت اللي احنا بنكابل بيها مع الريزونيتور، هنعرف حاجه اللي هي الانلودد كواليتي فاكتور او الكيو نود اللي هو ليه علاقه بالريزونيتور سيركت لوحدها بغض النظر عن اي اكسترنال سيركت متصله بيها عشان اعمل اي كونكشن. فهنتكلم على الكيو نود بتاعنا اللي هو الانلودد كواليتي فاكتور، وهنشوف بعد ما نحسب الانلودد كواليتي فاكتور ازاي هقدر اوصل لبقيه الكومبوننتس او لبقيه الكواليتي فاكتور ديفينيشنز اللي عندنا. حد عنده سؤال يا باشمهندسين لغايه دلوقتي؟ انلودد اللي هي بالظبط هي سيركت زي ديت الدنيا عندها ايديال خالص. فانا بشوف الريزونانس فريكونسي الحقيقيه، بشوف الكواليتي فاكتور الحقيقي بتاع السيركت دي لوحدها. لما هحاول اوصل بالسيركت ديت اي حاجه، احط كونكتور مثلا او احط حاجه توصلني جوه السيركت، الوصله ديت فيها نص، مفيش حاجه بيرفكت. فده هيخلي الكواليتي فاكتور اللي بقيسه هيقل. فانا عمري ما هعرف اقيس الانلودد كواليتي فاكتور ده، بس هعرف احسبه. النون ايدياليتي تحط لك ريزيستنس على السورس، السورس نفسه فيه لوس. فلما توصله بالسيركت الكواليتي فاكتور اللي انت بتقيسه هيقل. حد عنده سؤال تاني يا باشمهندسين؟ نعم؟ الانلودد كواليتي فاكتور؟ تمام. الانلودد كواليتي فاكتور هو الكواليتي فاكتور بتاع الريزونيتور لوحده بدون الدخول في تفاصيل النون ايدياليتيز اللي موجوده في السورس بتاعنا. او لو انا بستخدم اي سيركت موصلها بالريزونيتور ده عشان اعمل كابلنج مع الريزونيتور. هو ما في، ما ينفعش الريزونيتور طاير في الهواء لوحده كده يعني. هو هو لوحده اسمه ريزونيتور، بس لما هحاول اتواصل معاه هوصله بكونكتور، هوصله بسيركت ثانيه،
هلاقي اللوسز بتاعه السيركت ديت هتاثر على الكواليتي فاكتور اللي بقدر اقيسه من الريزونيتور ده، هتكابل مع اللوسز بتاعه الريزونيتور. فمن هنا عرفنا الانلودد كواليتي فاكتور، لما ابص على الريزونيتور وهو ايزوليتد لوحده، لما هوصله في السيركت هيبتدي يشوف اللوسز بتاعه السيركت اللي واصله معاه ده يعني، فهيبقى في اللودد كواليتي فاكتور اللي لسه هنشوفه بعد شويه. طيب نحاول نشوف لو احنا بنوبريت حوالين الريزونانس، مش عند الريزونانس بالظبط، حوالينها. فاوميجا هي اوميجا نود بلس دلتا اوميجا، هقدر اكسبرس الانبوت امبيدنس ساتش هنا. ممكن نلعب شويه بالاكسبرشنز بتاعتنا هنا، نعرف ندخل الاوميجا نود في الحسبه، ده ال ال سي ده اوميجا نود سكويرت، ونوحد المقامات يطلع لنا الاكسبرشن ده. هاجي البسط ده احاول افكه واقربه هنا، البسط ده كله هيبقى تقريبا 2 اوميجا في دلتا اوميجا. واقدر اسمبليفاي الاكسبريشن ده كله ل زي انبوت هي ار بلس جي 2 ال دلتا اوميجا مع بعض لغايه هنا. وال اقدر ادخل هنا الكواليتي فاكتور معايا، بما ان احنا حسبنا الكواليتي فاكتور بقى عامل ازاي بدلاله ال ال زي ما شفناه في ال هنا الكيو نود هي اوميجا نود ال على ار، اقدر ادخلها في الحزمه، اعبر عن الزي انبوت بدلاله الكواليتي فاكتور بتاعي بالمنظر ده. نعم. اللوس هيجي من الانترنال لوسز بتاعه الريزونيتور نفسه. لو انت عندك ال انت ال وسي انت بتبقى ناوي تعمله اي دي ال، بس في غصبا عنك في ريزيستور موجود مع الـ مع ال والسي. حد عنده سؤال لغايه هنا يا باشمهندس؟ اللي فات ما هي اوميجا اي بتساوي اوميجا ام عند الريزونانس صح؟ فبالتالي هي تعبر عن اي واحده فيهم، لان الكيو ده متعرف بس عند الريزونانس، فهي عباره عن 2 اوميجا ام على بي لس. شوف الاوميجا ام عباره عن ايه، هيطلع لك كده تمام. ومن هنا هنلاقي الاكسبريشن ده هيخلينا نعرف هي السيركت اللي احنا بنقيسها ديت، لو احنا بنقدر نقيس الانبوت امبيدنس بتاعتنا هي سيريس ريزونانت ولا بارالل ريزونانت. لان ملاحظين هنا ان في ريزيستيف بارت هو ده البيز موجود على طول، والاقي في الايماجنري بارت بيتضاف عليه. لو انا عند الريزونانس او دلتا اوميجا بصفر، خلاص الايماجنري بارت طار وبقى عندي الريل بارت بس. فبالتالي ده هيرجعنا للاكسبريشن اللي هو اللي كان بيبقى عالي وينزل ويطلع تاني. فده يخلينا نعرف لو انا عندي انبوت امبيدنس استها بشكل او باخر، اقدر اعرف من الابسوليوت بتاع الانبوت امبيدنس ده هي سيريس ولا بارال ريزونانس. هنشوف بارال ريزونانس تعمل ايه بعد شويه، بس على الاقل السيريس ريزونانس هي بتقل يعني الريزونانس بتاعها موجود عند مينيمم او مينيمم عندها. تمام؟ هو الشكل ده. هو احنا عادة عشان ناكسس اي نتورك هو الاسهل حاجة ان احنا ناكسس الاس بارامترز. لو انت قست الاس 11 تعرف تجيب الانبوت امبيدنس صح؟ طيب دلوقتي عايزين نشوف اللي هي الهاف باور فراكشنال باندويث. ده اذر ديفينيشن الباندويث اللي عندنا. هاف باور فراكشنال باندويث هي الباندويث اللي بيكون عندها الانبوت امبيدنس تكون اقل من 2 ار ار سكويرت او 2 ار بالظبط او جذر 2 ار هنا، اللي هي لما بنعرف هنا دلتا اوميجا على اوميجا هي الباندويث على 2. هقدر من الاكسبريشن ده اللي كان موجود في السلايد اللي فات اساويه ب 2 ار
وعلى اساس اقدر اجيب الباندويث هي 1 على كيو نوت. استفيد ايه يا باشمهندسين من العلاقه ديت؟ لو انا عندي اي ريزونيتور قسته بشوف الباندويث بتاعته، لو انا عندي عرفت اشوف الباندويث استفدت ايه؟ يجيب الكيو نوت على طول، مقلوب الباندويث هو الكيو نوت. فاقدر من هنا اشوف لو حاجه وايد باند يبقى الكواليتي فاكتور بتاعها قليل، نارو باند الكواليتي فاكتور بتاعها عالي. واضح لحد هنا يا باشمهندسين؟ نخش على البارلل ريزونانس سيركت. بنفس الطريقة هنحاول نمشي بشكل أسرع هنا. بنتكلم البارلل ريزونانس سيركت بنتكلم عادة على انبوت ادمتنس، بس احنا عايزين نتكلم على امبيدنس دلوقتي عشان نوحد الشكل اللي احنا بنتكلم فيه. فهي مقلوب الادمتنس. الباور نفس الكلام نقدر نجيبها بسهولة بدلالة الفي، المرة دي هتبقى أسهل لنا من الكرنت. وهقدر اعرف برضو الكواليتي فاكتور انلودد هي ار على اوميجا ال او اوميجا نود ار سي، هي تقريبا عكس اللي كان موجود قبل كده. طيب نلعب شويه مع الانبوت امبيدنس ديت. لما هنشتغل نير ريزونانس اللي هي اوميجا هي اوميجا نود بلس دلتا اوميجا، والفكه الصغيره ديت هي 1 على 1 زائد اكس، لما يكون اكس اصغر بكتير من الواحد اقدر افكها ان هي تقريبا 1 ناقص اكس. هنقعد بقى ندخل الاكسبريشنز دي جوه، نلعب الحاجات الموجوده جوه عندنا. هقدر افك الاوميجا اللي هنا لما تنزل في المقام هقدر افكها بالمنظر ده، وكل ده موجود نيجاتيف 1. هقدر احاول ابسطه شويه تاني. انا كده ماشي بسرعه قوي. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ هي لما تمشي بيها كده في البيت هتيجي لوحدها يعني سهله يعني. طيب منها هنكمل الانبوت امبيدنس. هقدر على طول افك القوس اللي ناقص 1 ده اطلعها بالمنظر ده. ومن هنا هنوصل للشكل الثاني اللي كنا بنتكلم عليه اللي هي البارلل ريزونانس. هي عند الريزونانس هي بتبقى توصل للبيك بتاعتها للماكسيما بالمنظر ده. فالشكلين دول لما بنقارن السيريس والبارلل ريزونانس، لو انا عندي اكسس على الانبوت امبيدنس هقدر احدد هو الريزونيتور بتاعي ده هو سيريس ولا بارلل ريزونانس سيركت كايكويفالنت سيركت طبعا يعني. لو انا عايز اعرف الباندويث هنا هي الباندويث اللي بيكون عندها ار سكويرت على 2 هنا، ده الانبوت امبيدنس تربيع. هقدر اقول برضو ان الباندويث هي 1 على كيو بنفس الشكل اللي كانت موجوده عليه السيريس ريزونانس. حد عنده سؤال يا باشمهندسين لغايه دلوقتي؟ عايزين نعرف الكواليتي فاكتور دلوقتي بس كده عشان لسه هنتكلم في الجديد بعد شويه صغيرين. لودد والانلودد كواليتي فاكتورز. انتوا سمعتوا عن اللودد كواليتي فاكتور قبل كده في الترم الاولاني؟ اول مره نتكلم عليه خالص المره دي؟ سمعتوش في السيركتس؟ سمعتوا في السيركتس؟ تمام ماشي، بس احنا فهمنا الانلودد دلوقتي؟ تمام، تعال نشوف بقى مين اللودد ده. زي ما قلنا لو احنا عندنا ريزونانس سيركت متصله باكسترنال ار ليها اللود بتاعها، زي ما قلنا كيو نود هي الريزونيتور في عدم وجود الارات ديت، انا بتعامل بس مع اللوسز اللي موجوده جوه الريزونيتور ودي الانلودد كيو. لو عايز اشوف اللودد كيو دي اللي هتدخل في الاعتبار الاكسترنال سيركتس معايا، اللوسز بتاعتها هتخش على السيركت بتاعتي. والاكسترنال كيو ده الكواليتي فاكتور بتاع الاكسترنال سيركت لوحدها. فانا عندي السيركت بتاعتي دي ليها كيو نود، الاكسترنال سيركت ليها كيو اكسترنال، الاثنين مع بعض لما نوصلهم ببعض هيكون ليهم اللودد كواليتي فاكتور.
فهي الاكسترنال سيركت هو ببساطه انا لو هي سيريس ريزونانس وانا عندي سيريس ار متصله بيها، كل اللي بعمله ان انا بشوف اللوسز ديت مع الريزونيتور لوحده هتعمل ايه. لما تشيل اللوسز بتاعه الريزونيتور، لما اشيل الار بتاعه الريزونيتور واحط ار ال نشوف هتعمل ايه. وفي البارال ريزونانت هنشيل الار ونحط الار ال، ومن هنا هنعرف الاكسترنال كواليتي فاكتور بتاعها اللي هي تاثير الاكسترنال سيركت على الريزونيتور بتاعي. الار ال مكان الار. نعم الار ال مكان الار فعلا ده في الاكسترنال كواليتي فاكتور، يعني بشوف تاثير الاكسترنال سيركت كابلنج ميكانيزم ده عمل ايه. ما هنشوف لسه في ال هنشوف. قصدي السيركت بنحملها بار ال هنقسمها في مكان الار القديمه بتاعت. لا مش هنسيبها، انا بعرف الاكسترنال كيو عشان في الاخر اوصل للنودد كواليتي فاكتور بتاعي انه هدخل بقى الاكسترنال مع الكيو نود. ان هي تقريبا هتبقى كان انا بحط الار، لو هي سيريز هتبقى ار ال بلس ار، هكومباين الاثنين مع بعض. بس هنا بالكواليتي فاكتور احنا هنوصل لحاجه يونيفرسال اكتر، يعني بغض النظر عن هي سيريس ولا بارال ريزونانس. فمن هنا نشوف ازاي نحسب الكواليتي فاكتور اللودد بمعرفه الاكسترنال الانلودد كواليتي فاكتور زائد الاكسترنال كواليتي فاكتور. حد عنده سؤال يا باشمهندسين في الحته دي لغايه دلوقتي؟ نعم. ازاي ده ولا ده؟ اخر واحد. طيب لو انا عندي سيريس ريزونانس وبكابل معاها بسيريس ار، التوتال هيبقى ايه؟ اللودد هيبقى دخل هيمشي ازاي؟ يعني النص كلها هيبقى فيها ار زائد ار ال، صح؟ طيب جرب شوف اكتب كده الكواليتي فاكتور بتاع اللود الانلودد والاكسترنال، وشوف لو انت جمعت الار ال زائد ار وحسبت كواليتي فاكتور شوف هتفت في العلاقه دي ولا لا. كيو نود دي اللي جبناها من شويه بالظبط، والكيو اي بتاعت الار اللي بالظبط كده. ده هنا اسامبشن فور سمبلسيتي يعني، بس لو انت خدت بالك يعني سواء هي سيريس ولا بارلل، مجرد ان انت عرفت الكواليتي فاكتور بتاعها يعني، او بمعنى اخر احنا الكواليتي فاكتور انا مش محتاج اعرف السيركت موديل عشان اجيبه يعني. انا ممكن اقيس الكواليتي فاكتور على طول، ف مش شرط ان انا اكون عارف الموديل عشان اجيب الكواليتي فاكتور، بس ممكن استخدم معلومه الكواليتي فاكتور ديت عشان احسب حاجات تانية زي ما تشوف الاكزامبلز اللي عندنا. تمام. فانا مش لازم اعرف هي سيريس ولا بارلل واقول هي لازم تبقى سيريس ولا لازم تبقى بارلل، بس هي في الاخر افكتفلي بتدي شكل عامل، بتدي تاثير عامل ازاي. وهي لو شنت اليمنت انت ممكن بالسيركتس ممكن تقلبه يعني تجيب له الايكوفالنت سيريس بتاعه يعني. صح؟ الاكسبريشن ده يا باشمهندسين هيقول لي ايه؟ هيقول لي ان دايما اللودد كواليتي فاكتور لازم هيكون اقل من الانلودد كواليتي فاكتور، عشان دايما انا بزود لوس نتيجه الكابلنج سيركت بتاعتي. طيب بشكل عام بقى مش لازم نعتبر ان الكابلنج او الاكسترنال سيركت بتاعتي هي ريزيستنت. ساعات انا ممكن يكون الكابلنج ميكانيزم بتاعي ازاي السورس بيكابل الريزونيتور ممكن يكون ليه كاباسيتيف نيتشر او اندكتيف نيتشر، طبعا بجانب الاوميك لوس. تتوقعوا هيحصل ايه؟ الكواليتي فاكتور بس هيقل او يزيد او يقل بس؟ هو مش ده اللي انا عايز اوصل له بالظبط يعني. هو انت عندك حق طبعا، وعلى حسب ما ينفعش حاجه تقل جنرال كده، ولكن اللي عايز اقوله ان هيبقى عندنا كمان لودد وانلودد فريكونسي. ان وجود كاباسيتيف كابلنج او اندكتيف كابلنج مع الريزونيتور، انا هزود كاباستور هنا او اندكتيف هنا او اندكتور هنا يعني، فبالتالي الريزونانس فريكونسي هتتغير يعني. ف
فمش شرط لو انا عملت ريزونيتور، خاصه الجماعه اللي بيعملوا فلترز، انت عملت الريزونيتور بتاعك عند شغال عند فريكوانسي معينه، تيجي توصله بالسيركت مع البانك اوف ريزونيتورز اللي انت حطيتهم دول، هتلاقي كل واحد يعني اداك ريزونانس عند حته مختلفه. ده ليه؟ نتيجه الكابلنج ميكانيزم اللي احنا عملناه مع الريزونيتور بتاعنا شفت الريزونانس فريكوانسي بتاعك. نعم ما هو انلودد ده اللي هو طاير في الهواء مع نفسه مش بستفيد بيه. ان الدنيا ايدال الدنيا انلودد، بس لما بحطه في سيركت بقى لازم يبقى لودد. فده هيشفت الفريكوانسي زي ما قلنا، ومن هنا هنعرف حاجه اللي هي الانلودد ريزونانس فريكوانسي واللودد ريزونانس فريكوانسي. ما اعتقدش هيبقى عندنا وقت في الكورس ده نوريكم ازاي نجيبهم الاثنين من بعض، بس يعني الحمد لله بقى السنه الجايه. طيب بما ان كلنا معانا لابتوبات ومعانا تليفونات وجايين عشان نشتغل في المشروع وصحصحين، ايه رايكم نخش على اللينك ده ونحاول نحل كم مساله دول عشان نتاكد ان احنا هضمنا موضوع الكواليتي فاكتور ببونص طبعا يعني. نعم ممكن يعني كل واحد اللي جنبه يعني. انا عندي 13 اجابه حد لغايه دلوقتي، خلينا بس نشوف التيك اوتس من اول مسالتين دول. طيب احنا دلوقتي شفنا حاجه، لو انا عندي ريزونيتور الانلودد كواليتي فاكتور بتاعته 1000، ده كبير شويه يعني، هو كويس يعني اللوس بتاعه قليله نوعا ما، بس كون ان انا عملت اكسترنال لو عملت اكسترنال سيركت الكواليتي فاكتور بتاعها قليل لوسي، فالاقي ان الكواليتي فاكتور التوتال بتاعي قل جامد، فدايما الكواليتي فاكتور يبقى اقل من اقل واحد فيهم. على العكس هنا بقى، لما بيكون عندي الكواليتي فاكتور اصلا هو قليل وانا قست 250 برضو، فلاقي ان الاكسترنال سيركت الكواليتي فاكتور بتاعها كبير شويه، فبالتالي اللي بقى دوميننت هنا هو الاقل واحد فيهم، هو اللي عمل ماسكينج للمساله كلها وخلانا نوصل ل 250. طيب المساله الاخرانيه ديت، حد عنده تخيل هو ايه الريزونيتور اللي ممكن يعمل لي كده؟ من الاحساس كده. المسألة الأخرانية بيقول ريزونيتور ليه كواليتي فاكتور 10، ونكمل يعني ايه هو شكل الريزونيتور؟ نعم؟ لا. هي دي أنتنة يعني. لو أنا بعمل حاجة أنت حسبت الباور راديتد قد إيه بالنسبة للتوتال لوس. بالنسبه للتوتال باور يعني او 87% من الباور لوست في السيركت دي بتمشي في الهواء. يا اما هو مصمم ديزاينر تعبان قوي ان هو بيعمل ريزونيتور والباور بتليك يعني، او ان هو اصلا بيعمل كده. فهي الانتنز هي ريزونيتورز برضه، وممكن ليها ايكوفالنت سيركت زي ما احنا بنتكلم هنا يعني. مش هنتكلم في تفاصيل الانتنز، بس كاكسرسايز بما ان احنا بنتكلم على لودد وانلودد كواليتي فاكتورز واكسترنال كيو، اللعب مع الكواليتي فاكتورز يستحق ان احنا نتكلم عليها يعني. طيب حد يا باشمهندسين هنا مش عارف يحل المسائل ديت؟ اخر واحده بيقول لك هنا ان الريزونيتور لما بيكون في الهواء بقيس كواليتي فاكتور 10، ولما بقفل على الريزونيتور ده بغطا، وهسوم ان الغطا ده بيرفكت غطا، هيخلي الكواليتي فاكتور اللي بقيسها 80. طيب معناها ايه الاثنين دول؟ معناها ان في حاله الريزونيتور لما بيكون في الهواء انا عندي اللوسز بتاعتي هي الاوميك لوسز والراديشن لوس،
دايما عندنا الكواليتي فاكتور هي اوميجا في الانرجي ستورد على بي نص. لو انا في حاله الهواء هيبقى عندي البي نص هنا هي اوميك وبي راديشن. في حاله الكفر انا عندي البي نص هي البي اوميك بس. تمام كده يا باشمهندسين؟ طيب لو انا جيت قسمت الكواليتي فاكتورز على بعضها assuming ان انا عندي نفس الستورد انرجي، لو انا جيت هنا قلت ان كيو اير على كيو كفر ده هيكون عباره عن ايه؟ ده هيكون عباره عن البي اوميك بس على بي اوميك بلس بي راديشن. تمام كده؟ طيب الباور نسبة الباور راديشن على الباور التوتال تبقى ايه؟ بالظبط هيبقى هو من هنا هقول البي راد على البي توتال بتاعتي هي واحد ناقص اللي فات ده. واضرب في 100 طبعا يعني. طيب حد عنده سؤال في الحته دي يا باشمهندسين؟ طيب الدنيا واضحه؟ تعالوا نتكلم بقى على الحاجات اللي في الكور بتاعنا اللي هي الريكتانجولار ويف جايدز ريزونيتورز بتاعتها. قبل كده احنا كنا او في الترم الاولاني انتوا خدتوا الريزونيتورز في المايكروستريب، خدتوا الريزونيتور ممكن يبقى شورت سيركت او اوبن سيركت، خدتوا اللامدا باي 2 اوبن سيركت ريزونيتورز، وخدتوا لامدا باي 4 واحده شورت وواحده اوبن. كل دي انواع من الريزونيتورز اللي ممكن تشوفوها في المايكروستريب. ولكن المشكله عندنا هنا ان انا لو عندي ريكتانجولر ويف جايد او اي ويف جايد انا مش هينفع هنا احط اوبن سيركت، لان الابرتشر لو انا فتحت الويف جايد وسبته في الهواء ده هيشتغل كانتن، الباور ليكج بتاعته تبقى عاليه قوي. فاحنا مش بنستخدم ابدا اوبن سيركت ويف جايد، هنستخدم بس شورت سيركت. هنا الرسمه اللي موجوده هنا هي الويف جايد، هو المفروض بروباجيشن بتاعه في الزي انا قفلت عند زي بزيرو وزي بدي. شكل الترانسفيرس فيلد بتاعتي لو انا بتكلم على تي اي 1 0 بتبقى صفر هنا، تانجنشال الاي واي بتاعي مثلا لو تي اي 1 0 هنا بصفر وهنا بصفر، فليه البروفايل ده اللي هو ساين مع الاكس. ولو انا دلوقتي قفلت في عند صفر وعند دي كمان فبحطيت مجموعه من الباوندري كونديشنز ثانيه هتغير شكل الفيلد ديستريبيوشن اللي موجود عندي. فدلوقتي ما بقاش ينفع وانا عندي كفر في زيب زيرو وزيب دي ان يبقى عندي فورورد بروباجيشن بس، لازم يكون عندي الويف ماشيه في اتجاه البوزيتيف زي وويف ماشيه في اتجاه النيجاتيف زي، لازم الاثنين دول يكونوا موجودين مع بعض عشان اقدر احقق الباوندري كونديشن بتاعي. والبيتا ام ان اللي بقت موجوده هنا ده الاكسبريشن بتاعها هنا هي كي ماينس كي كي سي كي اكس كي سي اكس وكي سي واي. طيب ايه انطباعك يا باشمهندسين على المساله دي؟ انا محتاج اعمل ايه؟ انا عايز اشوف الكات اوف فريكوانسي هنا
وعايز اشوف الفيلد ديستريبيوشن. اول حاجه محتاج اعملها ايه؟ عندي بقت مساله جديده وحطيت باوندريز جديده. محتاج اعمل ايه في الباوندريز دي؟ نطبق الباوندري كونديشن بالظبط. فالباوندري كونديشن بتاعي عند زي بزيرو لازم الحته دي كلها تفانش، فلازم A بلس بتساوي ناقص A ماينس. ده أول باوندري كونديشن، ومنه هوصل لو خدتها هنا إشارة ناقص بقى ده هنا في ساين، ساين بيتا ام ان دي. طيب الباوندري كونديشن الثاني هيعمل لي ايه؟ اللي هو هنا عند زيب بدي، هيخلي لي ايه يا باشمهندسين الباوندري كونديشن ده؟ الساين لازم تكون تساوي صفر عندها، معناها ايه؟ ان انا يا اما هبقى نص سايكل او سايكل كامله او سايكل ونص وهكذا يعني. تمام. بيتا دي هي ال في باي. فدلوقتي احنا في الويف جايد كنا بنتكلم بس لو ويف جايد لوحدها، كنا بنتكلم بس ان انا عندي فوربيدن باند وبقى عندي مودز. دلوقتي بما ان انا بتكلم على كافيتيز، لا ده مش المود مش كله مسموح ان هو يحصل له بروباجيشن، لا ده انا عندي ديسكريت فريكوانسيز بس او ديسكريت انتجر اوف لامدا باي لامدا جايد باي 2 لللينث. فبدل ما بقى عندي فوربيدن باندز، لا الدنيا كلها بقت ديسكريت خالص. فريكوانسيز معينه بس اللي هتقدر توبريت في خلال الكافيتي بتاعتنا. موديل ريزونيتور اللي موجود عندنا. حد عنده سؤال يا باشمهندسين في اللي احنا بنقوله ده؟ نعم. ما فهمتش، طب انت فهمت ايه؟ ابتدي باللي انت فهمته. البوكس بقى ده موجود ايه؟ ده ويف جايد وانا قفلت عند زيب زيرو وزيب دي. فده ده خلى لي ايه؟ خلى ان ما ينفعش فورورد ويف بروباجيتنج في البوزيتيف زي بس او النيجاتيف زي. فانا هنا بعبر عن الترانسفيرس فيلدز، اي ترانسفيرس سواء اكس في اتجاه اكس او اتجاه واي، ده غصبا عنهم لازم عند الانترفيسز دول يمشوا، لازم يبقوا بصفر. فاللي انا بحاول افك الدايلاما دي يعني. فهي اي ترانسفيرس في اكس واي از فانكشن اوف اكس واي والديبندنسي على الزي، ويف ماشيه في البوزيتيف زي ويف ماشيه في النيجاتيف زي. ما ينفعش واحده بس اللي تبقى موجوده. تمام؟ عشان اقدر احقق الباوندري كونديشن. ازاي بقى؟ اسكت، ما انا جاي لها جاي له في السكه. جاي جاي. تمام كده معايا؟ تمام. دي الاكسبريشن بتاع البيتا. اجي اطبق الباوندري كونديشن بقى. انا عايز عند زي بزيرو كله يبقى بصفر. فازاي الاكسبريشن ده يبقى بصفر؟ ده قبل البيتا يعني، خلينا عند زي بصفر كله يبقى بصفر، الاي ترانسفيرس ده يبقى بصفر، فلازم الاكسبريشن ده يروح للصفر عند زي بصفر. هتلاقي حط هنا بصفر بقت واحد واحد، يبقى لازم الاي بلس بتساوي ناقص اي ماينس عشان ده يروح بصفر. صح كده؟ خد الاي بقى طلعها بره، بقى عندك اكسبوننشال ناقص اكسبوننشال، اكسبوننشال نيجاتيف بقى ساين، صح؟ عارف الساين؟ اكسبريشن الجميل ده. عايزين نطبق الباوندري كونديشن بقى هنا عند زي ايكوالز دي. يبقى لازم هلاقي ان الساين بتاعتي لازم يا اما تبقى هاف سايكل او سايكل كامله او سايكل ونص. يبقى لازم بيتا دي تبقى مالتيبلز اوف باي، انتجر مالتيبلز اوف باي. فبدل ما البيتا كانت كونتينيوس، كان مجرد عندي باند جاء يعني حته زي باند جاب، حته فوربيدن ريجن ما ينفعش يبقى فيها بروباجيشن وبعد كده بتبروباجيت على طول، لا بقى عندي حتت ديسكريت فاليوز اوف بيتا دي اللي مسموح لها بالتواجد، ان هي البيتا دي لازم تكون ال باي. تمام كده؟ تمام كده يا باشمهندس؟ تمام.
كان في سؤال هنا. هو مش هيمشي يعرف الريزونانس فريكونسي، يعرف هيريزونيت فين فين. هنا مفيش بروباجيشن اصلا، هنا في الفيلد موجود او مش موجود، في ريزونانس ولا مفيش ريزونانس. الفيلد جاي منين؟ احنا دلوقتي بندرس الايسوليتد ريزونيتور ده وهو طاير في الهواء كده. الفيلد هيجي منين؟ هيجي لما نعمل له اكسايتيشن. والاكسايتيشن هتيجي فين؟ هتيجي منين؟ في المحاضره الجايه او اللي بعدها مش عارف. وعادة احنا اللي هنكمله يعني، خلينا نكمل دلوقتي واقول لك الرود ماب هتمشي ازاي يعني. طيب الدنيا لغايه هنا واضحه يا باشمهندسين؟ عرفنا دلوقتي ان الدنيا تي ام موجوده من زيرو كونتينوس على طول، بروباجيشن عند كل الفريكونسيز. اما بقينا نتكلم على وان كوندكتور، قفلت من ناحيتين، ما بقاش سبورت تي ام، بقى عندي حاجه زي باند جاب، ريجونز مش مسموح بالبروباجيشن فيها، يعني فريكونسي ريجون مش مسموح للبروباجيشن فيها. اما قفلت في الزي كمان بقت ديسكريت، بقى فريكونسيز معينه بس هي اللي مسموح لها تبقى موجوده في الاستراكشر بتاعي، غير كده مش موجود. من هنا هنبتدي بقى نعرف على ريزونانت ويف نمبر. خلاص البيتا بقت ارقام انتجر معروفه، فنقدر نجيب الكي ام ان ال، ومنها نقدر نجيب الريزونانس فريكونسي. معرفه ان السي ديت هي السبيد بتاعه اللايت جوه الميديوم اللي موجود في اللي موجود جوه الدايلكت جوه الويف جايد ده. طيب تعالوا نتفرج بقى على الفيلد ديستريبيوشن بقت عامله ازاي. بدل ما زمان كنا بنتكلم على ويف بروباجيتنج في البوزيتيف زي، وكنا بنتكلم على اول حته لوحدها، دلوقتي لازم يخش معايا النيجاتيف زي. فهنحط كل واحده باشارتها عشان نقدر نحقق الباوندري كونديشن وكله يمشي مع بعضه، الفورورد لوحدها والباكورد لوحدها عشان نخلي بالنا من السنس اللي بنحسب بيه. ف اما نيجي نفكها هتبقى كده. فواحنا بنرسم مثلا في الاساينمنت اللي انتوا هتعملوه النهارده، هتعملوا سبمشن، انتوا عملتوا له ولا لسه صحيح؟ لسه النهارده الساعه 11:59 اخرنا؟ طيب هتلاقوا ان الاي واي دايما بتكون ان فيز مع الاتش اكس. اما يكون الاتش اكس ماكسيمم بتكون الاي واي ماكسيمم. لقيتوها دي ولا لسه ما لقيتوهاش؟ ما لقيتوهاش؟ لما بتكون الاي واي بتبقى ماكسيمم مع الاتش اكس، لان هي يعني صح كده ولا لا؟ مع الزي. بس دلوقتي في وجود الريزونانس او وجود جوه الكافيتي، في واحده فيهم سبقت الثانيه، ما بقوش ماشيين مع بعض عشان بقى عندي ستاندنج ويف. فدي بس الملحوظه الصغنطوطه اللي ناخد بالنا منها، بمعنى ان الكافيتي بتاعتنا هنا هلاقي عند الوول الالكتريك فيلد لازم هيكون بصفر عند الوول دي والوول دي والوول دي، بس هلاقي ان الماجنتيك فيلد ماكسيمم عند الوول اللي هنا والوول اللي هنا، وهلاقي الالكتريك فيلد ماكسيمم في النص. يعني نجرب نعملها كده، بما اننا خلاص بعد النهارده بعد الساعه 11:59 هنبقى شطار في الرسم وبنعرف نرسم اي فيلد ديستريبيوشن. ممكن نجرب نرسم الفيلد ديستريبيوشن بتاع اللي جوه الريزونيتور ونبتدي نشوف فرق الفيز اللي بقى موجود ما بين الاي والاتش عشان نتعرف في الريكتانجولار كافيتيز شكل الفيلد ديستريبيوشن بيعمل ازاي. طيب حد عنده سؤال يا باشمهندسين لغايه دلوقتي؟ نعم؟ تستخدمه في ايه؟ تعمل فلترز. مش هو مقفول، هتضطر تفتح منه حته. مش هينفع تستخدمه مقفول كده. فبدل ما كنا هنتكلم على unloaded resonator هيبقى loaded resonator، بدل ما هتتكلم على unloaded quality factor ده اللي احنا هنقعد نحسبه،
هيبقى loaded quality factor. والcoupling mechanism عاده ما بيبقاش resistive بس بيبقى inductive capacitive, فيبقى عندك loaded frequency كمان. مش هنعمله في الترم ده. هو الباشمهندس بيسأل احنا هنستخدم المنظر ده في ايه؟ فبقول له ممكن نعمل فلترز, ان انا هوصل مجموعه من يعني بانك من الريزونيتور ده, بدل ما هقعد اوصل ال وسيهات كلامبد اليمنتس ممكن اوصله كبانك اوف كافيتيز, اعملهم جنب بعض. ممكن اجيب لكم صور المره الجايه شكل الويف جايد فلترز تبقى عامله ازاي يعني. هضطر افتح فيه فتحات عشان الويف تعدي فيه يعني. فالفتحات ديت هتخلينا بدل ما نتكلم على unloaded resonator بقى loaded resonator. الكابلنج من كافيتي لكافيتي او من الويف جايد للكافيتي بتبقى عاده اندكتيف او كاباسيتيف على حسب انا عايزها ازاي. فهنتكلم برضو على loaded resonance frequency. هو هيديك باندويتس. انت لما بتفتح بتقلل الكواليتي فاكتور فبقى عنده باندويتس. فانت عاده لما تيجي تعمل فلتر انت بتستغل الباندويتس بتاعه الريزونيتور بتاعك ده. انت مش شرط بتخليه اوبريتنج عند الريزونانس, بس انت بتحاول تنجينير المساله كلها بحيث يديك الريسبونس اللي انت عايزه. للاسف الفلترز كانت بتفيت في الكورس ده المفروض, بس اللخبطه اللي حصلت في الاول دي خلتنا نتاخر جامد يعني على اللي احنا كنا المفروض نعمله يعني. معلش. طيب حد عنده سؤال يا باشمهندسين؟ نعم. لا هنا عشان نعمل الحركه ديت هتبقى مزعجه جدا يعني. بس انا بقول لك قدام لو انت قست الزد انبوت من ريزونيتور ممكن تعرف هي سيريس ولا بارلل يعني. يعني المساله زي دي كانت هتفت اكتر في اساينمنت. بس خلاص الضحكه دي بتقول ان انت فهمت صح؟ بس لضيق الوقت والله يعني انا كنت احب اديكوا الاساينمنت ده عشان تتعلموا يعني مش اكتر, بس هو عشان الوقت بتاعنا مش هينفع يعني. انتوا لسه عندكم اساينمنت تاني بعد ما تخلصوا ده بكره ان شاء الله ينزل لكم يعني. مش هنلحق بقى نعمل اساينمنت تاني. انا الاثنين اساينمنتس بالنسبه لي يعني. هو السؤال هو ده اخذ منكم قد ايه اللي احنا عملناه ده عشان اعرف بس الماب؟ يوم. نعم اسبوع. يا اصل انا بالنسبه لي ده ساعتين, هما ثلاث معادلات هكتبهم وارسمهم. بس ما هم موجودين في الكتاب يعني حتى مش بنألفهم صح؟ طيب اصل الطبيعي يعني الكورس ده لما بيدرس بره يعني احنا كل اسبوع بيبقى فيه اساينمنت عندنا يعني اخدته كده يعني. فده الطبيعي محدش كان بيشتكي. لا يعني خدته خلاص يعني مش هتفرق. الكورس اللي خدته ده كان ميكست ما بين الاندر جراديوت والجراديوت, فكان كل اسبوع في اساينمنت وده الطبيعي محدش كان بيشتكي. كان الماده ديت كان بيبقى فيها اساينمنتس وفيها لاب مع المحاضره. طبعا المحاضره يعني الويف جايدز اللي احنا بنهري فيها من اول الترم ده ده كانت محاضرتين. ازاي يعني ناس كمل حياتهم في المجال ده يعني؟ لا بقول لك ميكست اندر جراديويت وجراديويت يعني. ما الاندر جراديويت اكيد يعني هي الكورس ده عشان هم راضيين يكملوا فيه يعني. مش لازم نحاول نبين الفروقات, بس الموضوع عادي يعني. صح. فهي
انا معاك انا معاك في دي. تمام انا معاك جدا في دي يعني. انا الترم الجاي او السنه الجايه ان شاء الله يعني احاول اخلي اوازن شويه يعني. لو هينفع اسلك مع القسم في الموضوع ده. شكرا. نعم ما انا هشوف ممكن انيجوشيت معاهم في ايه يعني. هو ما تتغير على حاجه جديده ان شاء الله. ربنا يسهل يعني. طيب انا كده خلصت ده اللي احنا خدناه. اتكلمنا على اللامبد سيركت رابد كوفرنت سيركت. عرفنا شويه حاجات ليها علاقه بالكواليتي فاكتور واتكلمنا على الريكتانجلر ويف جايد كافيتيز. المره الجايه هنتكلم على الكواليتي فاكتور بتاع الريكتانجلر كافيتيز وهنتكلم على السيركل ريزونيتورز. في الاخر خالص هناخد توبيك ظريف ان احنا ممكن نستخدم الكافيتيز بتاعتنا في غير الفلترز. هنتكلم عن كافيتي بيرتربيشن ان في بعض الناس بيستخدموا الكافيتيز ديت بما ان انا خلاص انا عارف ان الدنيا ديسكريت في فريكوانسيز معينه بس هي اللي بتريزونيت عندها. فلو انا حطيت حته صغيره من الماتيريال انا مش عارف البروبرتيز بتاعتها ايه حطيتها جوه الكافيتي فهلاقي الفريكوانسي هتشفت. بمعرفة الفريكوانسي شيفت اقدر اعرف البروبرتي بتاعت الماتيريال اللي انا حطيتها بقيت جيب ان انا عارف الفوليوم بتاعها طبعا يعني. فهنشوف الكلام ده نعمله ازاي. دي هتبقى اخر حاجة ناخدها في الترم الكافيتي بيرتربيشن ان شاء الله. شكرا ليكم وربنا يوفقكم في الاسايمنت بتاع النهارده.